مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي في هذا الصباح، وعلى بركة الله ينطلق الشوط 18 الخاص للقعدان الحقايق من مسافة 4 كيلومترات. نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ مع البداية مع أول المراكز، هناك مشكور بشعار راشد بن شفيع بن راشد الفهيد المري يتقدم مع أول الأسماء وأول التحديات. ثاني المراكز وصل الوزير بشعار نايف بن محسن بن راشد الشهواني يغير إلى البداية. ثالث المراكز القادم راهي جابر بن سالم بن جابر الجربوعي، ورابع الأسماء الرهاوي عبد الله بن مبارك بن مسفر الشهواني، وخامس المراكز القادم هملول محمد بن مسعود بن سالم بوشريده مع خامس الانطلاقات. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة في دائرة النداء. ونعود إلى البداية، نعود مع اللي غير وانطلق إلى الصدارة، هناك راهي بشعار جابر بن سالم بن جابر الجربوعي المري بن جبران يتقدم مع البداية ويقدم لنا راهي. ثاني الأسماء الرهاوي عبد الله بن مبارك بن مسفر الشهواني مع ثاني المراكز وثاني التحديات مع الرهاوي. ثالث الأسماء هملول محمد بن مسعود بن سالم بوشريدة مع ثالث المراكز وثالث الانطلاقات وثالث التحديات. رابع الأسماء وصل القادم الفايز صالح بن عمير بن عرار الرمزاني النعيمي يتقدم مع الفايز مع رابع المراكز ورابع التحديات. خامس المراكز شعار الشهواني نايف بن محسن بن راشد الشهواني يقدم لنا الوزير مع خامس الانطلاقات. نتيجتنا الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة، وهناك أسماء وشعارات لم يحم موعد دخولها، نترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. نعود إلى البداية، نعود إلى المقدمة، هناك شعار بن جبران على البداية يقدم لنا راهي بشعار جابر بن سالم بن جابر الجربوع المري يقود هذه الأسماء وهذه الشعارات وهذه الانطلاقات، ولكن غير من الجانب الآخر. هناك شعار عبد الله بن مبارك بن مسفر الشهواني يقدم لنا الرهاوي ويتسلل الرهاوي يستلم زمام الأمور بشعار عبد الله بن مبارك بن مسفر الشهواني. شعار بن جبران ثالث المراكز وصل هملول محمد بن مسعود بن سالم بوشريدة مع ثالث المراكز وثالث الانطلاقات. رابع المراكز الفايز صالح بن عمير بن عرار الرمزاني النعيمي يقدم لنا الفايز. خامس المراكز المتقدمة أول ندى وأول إذاعة للحماوي بشعار علي بن محمد بن عبد الله الزعبي يقدم لنا الحماوي مع خامس المراكز وخامس التحديات. ولكن البداية والمقدمة هناك الرهاوي عبد الله بن مبارك بن مسفر الشهواني يتقدم مع الرهاوي مع البداية مع أول الأسماء. ثانيا القادم هملول محمد بن مسعود بن سالم بوشريدة. ثالث المراكز شعار بن جبران مع جابر بن سالم بن جابر الجربوعي، وخامس المراكز أو رابع المراكز الفايز صالح بن عمير بن عرار الرمزاني النعيمي، وخامس الأسماء وصل أجزل سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت. ولكن أعود مع أجواء الكيلو متر الأخير والخطير، الرهاوي على البداية عبد الله بن مبارك بن مسفر الشهواني يقدم لنا الرهاوي مع الانطلاق الأول مع التحدي الأول عبد الله بن مبارك بن مسفر الشهواني.
هنا مع البداية مع الانطلاق الأول عبد الله بن مبارك بن مسفر الشهواني، ثاني الأسماء وصل هملول محمد بن مسعود بن سالم بوشريدة مع ثاني المراكز، ولكن الرهاوي عبد الله بن مبارك بن مسفر الشهواني يتقدم مع الانطلاق الأول. هنا مع الانطلاق المميز يقدم لنا الرهاوي بهذا الأداء المميز عبد الله بن مبارك بن مسر الشهواني بدون اي منافس واي منازع، والسلام لام العظام مع الرهاوي عبد الله بن مبارك بن مسر الشهواني يتقدم مع الرهاوي. تهانينا والناموس من هذه اللحظات لمالك الرهاوي عبد الله بن مبارك بن مسر الشهواني، واسعد الله صباحك يا ابو مبارك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا والناموس لعبد الله بن مبارك بن مسر الشهواني على فوز الرهاوي. ثاني المراكز وصل هملول محمد بن مسعود بن سالم بوشريده، ثالث المراكز شعار العتيبي هنا فواز او محمد بن سعيدان بن فواز العتيبي قدم لنا مبعد مع ثالث المراكز. رابع المراكز اجزل سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت، وخامس المراكز وصل فيه خامس المراكز. هناك سوف نتعرف على خامس المراكز. مشاهدينا متابعينا الاعزاء سوف نتعرف على خامس المراكز في العادة. تهانينا والناموس مشاهدينا متابعينا الاعزاء لمالك الرهاوي. وتوقيت الزمن وحدة الوصول الى خط النهاية 6 دقائق 3 ثواني 15 جزء من الثانية. تهنموس لعبد الله بن مبارك بن مسفر الشهواني. ثاني المراكز وصل فيه هملول. التوقيت الزمني 6 دقائق 6 ثواني 33 جزء من الثانية. تهنموس لمحمد بن مسعود بن سالم بوشريدة. ثالث المراكز حضر فيه مبعد. والتوقيت الزمني ورح نصل مبعد إلى خط النهاية 6 دقائق 12 ثانية و29 جزء من الثانية. تهنموس لمحمد بن سعيدان بن فواز العتيبي خامس المراكز. وصل خامس المراكز نوماس حمد بن محمد بن حسن الكربي. مشاهدين